وبركاته. يعطيكم بالخير يا شباب. يا هلا والله. يعطيكم العافية، أهلا وسهلا. السلام عليكم، كيف حالك؟ عساك طيب، شو أخبارك؟ عساك بخير. أنا عم أكرم، الله يحييكم. شلونكم؟ عساكم طيبين؟ شو أخباركم؟ تقربون ولا نجيكم ولا وين؟ المسرح هناك ها؟ يا. يا هلا وسهلا، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ عساك طيب، شرف لي، الله يحفظك. يا هلا وسهلا، حياكم الله، يلا حيا الشباب، يا هلا وسهلا. يا هلا والله وسهلا، حياك الله. الله يمسيك بالنور، يا هلا وسهلا، حياك الله، هلا وسهلا. شلونكم؟ عساكم طيبين؟ الله يسعدكم يا رب. شو أخباركم؟ يا هلا وسهلا، شلونك؟ شو أخبارك؟ عساك بخير؟ الله يحييك، اسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الله مساكم بكل خير ومسرات جميعا. سعيد اليوم والله بإتاحة الفرصة مع كوكبة منكم، من شباب واعد طموح. إن شاء الله أنكم بتقودون المستقبل في القريب العاجل، تطلعون إن شاء الله وكلكم فايزين ومؤثرين ولكم نجاح بإذن الله عز وجل. يعطيكم العافية جميعا. طيب إحنا تعرف اليوم خميس وما ودنا صراحة ندخلكم جو التدريب ومحاضرات وكذا، حناخذ الأمور بشكل بسيط. قبل لا نبدأ نبغى نعرف تعريفات كذا بسيطة جدا عن التسويق. يعني كل واحد منا سمع كلمة تسويق فترة طويلة، نسمع مصطلح تسويق تسويق تسويق، فكل واحد منا فاهم التسويق بطريقة، وممكن ما تكون هذا التعريف العلمي، بس خلينا نشوف كذا وش نفهم إذا سمعنا كلمة تسويق. من بيبادر ولا نبدأ باليمين؟ سم. حياك الله، نتعلم ونتشرف انك موجود معنا على المسرح. الله يسعدك. شيء ثاني تسويق، على حسب خبرتي بعطيك معلومات بسيطه وانت نتعلم منك. التسويق هو شيء سلعه اعرضها للشخص الامامي اسوقها له. احسنت، سلام، جميل، اجابه ممتازه. تفضل. الله يحييك. شيء ثاني عن التسويق، التسويق بشكل عام ممكن شيء واضح، لان ابعطيك منتج ممكن أغلب الناس عارفه، ولكن كيف تقنع العميل أنه يشتري بهذه بطريقتك أنت؟ حاول أنك تقنع الشخص بالطريقة اللي أنت تشوفها صح. يعني خلينا نلخص التسويق أنه إقناع. نعم. بمنتج أو خدمة. وشي مرحبا ومسهلا. الله حييك يا أنا من مسوقين مضغوط باتنا، ونرحب بك في مكان. والله فخرت بالعمل معهم والاستضافة اليوم برعايتك. الله يطول عمرك يا حبيبي. الله يسعدك. التسويق هو انك تروج للمنتج، توصله الى ابعد حد او ابعد مكان ممكن. احسنت. وشي مرحبا استاذ عبد الله. الله يحييك. ثاني شيء التسويق انك تروج للمنتج وتختبر شو اسمه اللي هو قوة المنتج، وانك تنشر المنتج للناس والناس يعرفون المنتج وكم سعره وكيف طريقته وجودة المنتج، كذا الناس تشتري المنتج وتعرف ان هذا المنتج يعني كويس. مو جميل جدا. يا مرحبا يا عبد الله. يا هلا. ساعات والليالي جيتك. الله يحييك. انا اشوف وجهة نظري بالمختصر الاقناع، كيف تقنع الشخص يشتري المنتج هذا، هنا آلية التسويق. احسنت، جميل. ناخذ اجابتك. قاعد افكر الاجابة. اعطني اي شيء كذا. اول شيء شرفتني ونورتني. الله يسعدك. التسويق على حسب فهمي انه توصل الشيء اللي عندك للمشتري. احسنت. مع ذكر فوائد زي كذا، يعني تقنعه انه ياخذ الشيء هذا. جميل. يعني تفضل. مرحبا والله يا استاذ عبد الله. الله يحييك. والله سعدنا والله بتواجدك معنا. انا اسعد، الله يحفظك. كنا نستناك يعلم الله، لان ندري ان بنكسب منك شيء طيب. طول بعمرك. وهذا هو بدايه الفقراتك، شيء طيب ومعلومه مفيده. الله يسعدك. اول شيء مال الغناه، انا من منظوري الشخصي ارى ان التسويق على حسب معرفتي القليله ان التسويق منتج او سلعه معينه تحاول توصلها بقدر المستطاع للعميل، سواء كانت حسيه او غير حسيه، بتحاول توصلها او تقنعه ان هذا المنتج طيب وبيناسبك. جميل جدا، تفضل. الله يحييك. الله يسعدك. التجربه بعدين اقناع بعدين التسويق. جميل. حنجي الان ونشوف، طبعا اجاباتكم كلها ان شاء الله انها صحيحه وكلها تكمل بعض، بس خلونا نرجع خطوة إلى الوراء. التسويق يبدأ متى؟ قبل المنتج أو قبل الخدمة ولا بعد طرحها ولا بعد ما يشتري الشخص السلعة؟ التسويق قبل ما تطرح السلعة، تكلم معنا مع ذلك الفوائد، مع ذلك الضمانات، مع ذلك المكان. سم. المايك عندك طافي.
اي بس راجع الاداره سمح احسنت. حنشرح الان ليش قبل وليش بعد. تفضل. نفس كلام الشباب قبل وبعد. المميزات اللي تختلف اول شيء اني اصمل فيك تشتريها وبعدين امهد الطريق بعد. جميل. اقنعك فيها بعد. احسنت. عندك منتج حاليا؟ مثلا اقول مثلا عندي مثلاً. منتج عطر. يا رب يصير عندك منتج ويصير اكبر تجار. اول شيء اجربه العطر على اصحابي واللي امون عليهم. ايش رايكم؟ الشيء الثاني الاقناع. استكشاف السوق يعني. تقنع كيف الاخير اسمه ذا التسويق كيف اسوقه لاكثر من جهه كيف اوصل لاكبر شريحه؟ بعدها البيع. ممتاز. طيب التسويق قبل المقصود فيه أول شيء خلنا نأخذ تعريف سريع ومختصر للتسويق. هو استكشاف حاجات ورغبات المستهلكين وإشباعها. استكشاف الحاجات أني أسوي بحث أقول يا جماعة الخير حنا الآن مثلا موجودين.